مرحبا بهذا المقطع الفيديو، راح نحكي عن يوز جامعة أولودا أونيفرسيتي السب. طبعا هو من الامتحانات اليوز القوية والمهمة اللي أنا بنصح فيه الطلاب. بداية راح نحكي عن المعلومات، بعض المعلومات اللي بتخص الامتحان، بعدين بنروح مباشرة لكيفية التسجيل بالامتحان. بداية الأبحاث المطلوبة، عفوا قبل ما ندخل الأبحاث، الأسئلة رح تكون هي 80 سؤال، 40 رياضيات، 20 هندسة، و20 آي كيو. تمام؟ أوكي. مراكز الامتحان، هي هي مراكز الامتحان. تاريخ الامتحان زائد مراكز الامتحان موجودة هون. بعدين هون بهذا الحقل مكتوب أسماء الجامعات التركية اللي بتقبل بهذا الامتحان. طبعا عدد لا بأس فيه من الجامعات، هدول كل الجامعات بيقبلوا بهذا الامتحان اليوز. تمام. ايش في كمان عندنا أسئلة؟ لهون ما في شيء. هون أجور التسجيل بالنسبة لتركيا 200 ليرة تركي، بالنسبة لدول أخرى. هون كمان معلومات الدفع والأرقام الحسابات. تمام، ثواني شوف الملاحظة. تمام، الملاحظة ما فيها شيء مهم. أوكي، أو بإمكانكم قراءة وترجمتها، ولكن يعني بإمكانكم كمان وضع المعلومات باللغة الإنجليزية، أوكي، حتى تقرأوا المعلومات إذا كانت لغتكم الإنجليزية جيدة. تمام، أوكي، أنا راح أشتغل بالسيستم التركي. أوكي، تمام، هاي المعلومات اللي أنا حابب أحكي عنها. هلأ بنروح للتسجيل. هاي الخطوة الأولى، هون رقم جواز سفر أو رقم الكملك، هون الاسم، هون ذكر أو أنثى، هون الإيميل، هون العنوان، هون لغة الامتحان تركي إنجليزي عربي، هون الجنسية من أي دولة، هون الكنية، هون رقم الهاتف، عفوا نعطي عودة، هون رقم الهاتف، هون بنكرر مرة تانية الإيميل، هون تاريخ الولادة، هون مركز الامتحان، بعدين نشوف كل المعلومات. تمام، أوكي، التالي. هلا هون تحميل جواز السفر، تمام، حملنا جواز السفر. هون بنحمل الصورة الشخصية، اوكي، بعدين التالي. هلا هون مرحلة الدفع، راح تكون حوالة، اوكي، هون راح نرفق وصل الدفع، هون راح نحط تاريخ الدفع زائد ساعة الدفع، اوكي، هون راح نحط ديكونت ريفرنس نمرسة، يعني رقم الدفع، رقم الوصل، اوكي. هون اني قرأت الشروط وموافق على كل شيء. تمام، بنعطي باشور ويب. اوكي، هلا هون التسجيل الاولي على الامتحان تم اخذه، باشور هاك. تمام، هلا بخصوص التسجيل راح يرسلون رسالة على الايميل، بنفتح الايميل، بنحدث الايميل. هلا على ما اعتقد كالعادة رح يرسلون التفاصيل بعملية التسجيل إذا قبلوا تسجيلنا ولا لا. تمام، هيك بيكون انتهى الشرح. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، وطبعا كالعادة ما ننسى أول تعليق مثبت تحت الفيديو رح يكون رابط التسجيل، وشكرا للمتابعة.